بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض مادة التسويق الاستراتيجي، وهنشرح الموضوع الثالث والأخير بعنوان استراتيجيات تجزئة السوق. هنا بنشوف السؤال الأول، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام كل عبارة من العبارات الآتية. العبارة الأولى، إن توافر القدرة على الشراء لدى المشترين هو الشرط الوحيد لوجود سوق للمنظمة. طبعا العبارة خطأ. هنا بنشوف ان تعريف السوق، سوق المنظمة، يعني عشان نقول ان المنظمة لها سوق، فبنقول سوق المنظمة هو مجموعة من المشترين، اولا الراغبين في شراء منتج المنظمة، الراغبين في شراء منتج المنظمة او الذين لديهم الرغبة في شراء منتج المنظمة، كذلك والقادرين على شراء منتج المنظمة او الذين لديهم القدرة المالية على شراء منتج المنظمة. يبقى هنا يمكن القول بان للمنظمة سوق معين عندما يتوافر لديها مجموعة من العملاء او المستهلكين او المشترين الذين لديهم الرغبة في شراء منتج المنظمة وايضا لديهم القدرة المالية على شراء منتج المنظمة. السؤال الثاني، يوجد أساس واحد فقط لتجزئة أو لتقسيم سوق المنظمة، سوق المنظمة اللي هم طبعا العملاء أو المشترين أو المستهلكين. فبنقول يوجد أساس واحد فقط لتجزئة سوق المنظمة، العبارة طبعا خطأ. فعندنا بنقول الإجابة توجد أربع أسس رئيسية لتجزئة سوق المنظمة. هي الأساس الأول اللي هو الأساس الجغرافي، وهو تقسيم المستهلكين على أساس موقعهم الجغرافي وأماكن سكنهم. فممكن عندنا بنقسم المستهلكين، في مستهلكين موجودين مثلا في محافظة القاهرة، في مستهلكين موجودين في محافظة الأسكندرية، في مستهلكين موجودين في محافظة الجيزة وفي محافظة الأليوبية وغيرها من المحافظات. الأساس الثاني اللي هو الأساس الديموغرافي، اللي هو تقسيم المستهلكين على أساس خصائصهم الديموغرافية. والخصائص الديموغرافية أو المتغيرات الديموغرافية للمستهلكين أو للعملاء أو المشترين هي 1 النوع، وبعدين 2 السن، 3 التعليم، 4 الدخل، 5 الحالة الاجتماعية، 6 الديانة، 7 الجنسية. طيب أما نيجي نقسم المستهلكين أو العملاء أو المشترين على أساس النوع، فممكن بنقسمهم إلى ذكور وإناث. طب بالنسبة للسن، في عندنا طبعا صغار السن، متوسط السن، كبار السن. بالنسبة للتعليم، في عندنا طبعا تعليم أقل، ناس متعلمين أقل من المتوسط، يعني أقل من الثانوية العامة أو الثانوية الفنية، وفي عندنا متوسط اللي هو الثانوية العامة أو الفنية، وفي فوق المتوسط اللي هم يعني عندهم دبلوم اللي هو فوق المتوسط سنتين بعد الثانوية. في بعد كده برضك اللي هو التعليم العالي اللي هو البكالوريوس أو الليسانس. في بعد كده بالنسبة لل الدخل، في عندنا طبعا مستهلكين او عملاء او مشترين منخفضي الدخل، وفي متوسطي الدخل، وفي مرتفعي الدخل. بالنسبة للحالة الاجتماعية، في عندنا ناس حالتهم الاجتماعية بيكونوا عزاب، وفي متزوجين، وفي مطلقين او ارامل. في بعد كده بالنسبة للديانة، في مسلمين وغير مسلمين، في بالنسبة للجنسية مصريين واجانب. بالنسبة للاساس اللي بعد كده اللي هو الاساس السيكوجرافي، ان هو تقسيم المستهلكين على اساس خصائصهم السيكوجرافية وتشمل الشخصية ونمط المعيشة. فعلى سبيل المثال عندنا بالنسبة للايه للشخصية، فعندنا في ناس اجتماعيين وفي ناس انطوائيين. فمثلا الناس الاجتماعيين بيميلوا الى السفر والرحلات والذهاب الى السينمات والمسارح. بالنسبة للأشخاص غير الاجتماعيين أو الانطوائيين، فبيميلوا إلى قراءة الكتب ومشاهدة التلفزيون في المنزل. في هنا بعد كده اللي هو الأساس السلوكي، إن احنا بنقسم المستهلكين على أساس سلوكياتهم، وهي دوافع الشراء وحالة الاستخدام ومعدل الاستخدام وحالة الولاء. بالنسبة لدوافع الشراء، وليكن على سبيل المثال إن احنا في ناس بيشتروا مثلا، لو جم يشتروا سيارة، في ناس بتدافع الشراء عندهم هو شراء سيارة موفرة في استهلاك الوقود، ناس تانية بتشتري السيارة بدافع انخفاض سعر او تمن السيارة، في ناس تانية بتشتري السيارة بدافع ان عمر السيارة طويل او درجة تعميرها عالية.
في ناس بتشتري السيارة بدافع جاذبية الشكل بتاعها، في ناس بتشتري السيارة بدافع اتساع السيارة وكبر حجمها. في بعد كده الأساس السلوكي برضك بيشمل حالة الاستخدام، فممكن نقسم المستهلكين أو المشترين إلى أربع أنواع: في غير مستخدمين للمنتج المنظمة، غير مستخدمين لمنتج المنظمة، في مستخدمين محتملين يعني احتمال يشتروا منتج المنظمة، في مستخدمين للمرات الأولى، في مستخدمين بانتظام. بالنسبة لمعدل الاستخدام، في عندنا طبعا ناس محدودي الاستخدام للمنتج، وفي ناس متوسطي الاستخدام للمنتج، وفي ناس كثيفي الاستخدام للمنتج. ولو خدنا على كده مثال اللي هو منتج السجاير، ففي ناس ممكن تستخدم ربع علبة في اليوم، وفي ناس بتستخدم او بتدخن نص علبة في اليوم، وفي ناس بتستخدم علبة كاملة في اليوم. فطبعا هنا اللي بيستخدم ربع علبة ده يعتبر محدود الاستخدام، في متوسط الاستخدام اللي هو بيستخدم نص علبة، في اللي هو كثيف الاستخدام بيستخدم او بيدخن علبة كاملة في اليوم. في بعد كده اللي هو حالة الولاء، في عندنا طبعا ثلاث حالات. في عندنا ولاء مرتفع، يعني المستهلك او المشتري بيشتري ماركة واحدة بس للمنتج، ده اسمه ولاء مرتفع. في ولاء متوسط بيشتري ماركتين للمنتج بيبدل فيهم، مره يشتري الماركه دي ومره يشتري الماركه الثانيه. في بعد كده ولاء منخفض ممكن لثلاث ماركات، يعني المستهلك ممكن يشتري ماركه او ثلاث ماركات بيبدل فيهم، ده يعتبر ايه حاله الولاء. بكده نكون انتهينا من اسس تجزئه سوق المنظمه. عندنا الأساس الجغرافي، الأساس الديموغرافي، الأساس السايكوغرافي، الأساس السلوكي. السؤال الثالث عندنا: إن تجزئة السوق على أساس التعليم تعد أحد الأسس الفرعية لتجزئة السوق على أساس السايكوغرافي، طبعا العبارة خطأ. الإجابة بتقول إن تجزئة السوق على أساس التعليم تعد أحد الأسس الفرعية لتجزئة السوق على الأساس الديموغرافي. هنا العبارة الرابعة: إن تجزئة السوق على أساس الولاء تعد أحد الأسس الفرعية لتجزئة السوق على الأساس الديموغرافي، طبعا العبارة خطأ. بنقول هنا الإجابة: إن تجزئة السوق على أساس الولاء تعد أحد الأسس الفرعية لتجزئة السوق على الأساس السلوكي. السؤال الخامس بيقول إن تجزئة السوق على أساس نمط المعيشة تعد أحد الأسس الفرعية لتجزئة السوق على الأساس السلوكي، طبعا العبارة إيه خطأ. الإجابة بتقول إن تجزئة السوق على أساس نمط المعيشة تعد أحد الأسس الفرعية لتجزئة السوق على الأساس السايكوغرافي. السؤال السادس بيقول إن إمكانية الوصول إلى مفردات القطاعات السوقية المستهدفة وإمكانية التأثير فيها تعد من الشروط الواجب توفرها لاتباع منهج تجزئة السوق، طبعا العبارة صح. هنا بنشوف الحالات والشروط اللي هي بيفضل فيها اتباع منهج تجزئة السوق. طبعا الحالة الأولى: إمكانية تجزئة سوق المنظمة إلى قطاعات مختلفة عن بعضها البعض ومتجانسة المفردات داخل كل قطاع. معنى كده على سبيل المثال ان احنا ما بنقسم مثلا شركة ملابس بتقسم سوق الملابس الى في طبعا قطاع الرجال وفي قطاع السيدات وفي قطاع الاطفال. فهنا من ناحية القطاعات هي طبعا هنلاحظ ان هنا القطاعات الثلاثة مختلفة عن بعضها البعض، كل قطاع ليه احتياجات معينة وخصائص معينة. بالنسبة بنقول برضك ان القطاعات دي بيكون متجانسة المفردات داخل كل قطاع، يعني بمعنى صح ان احتياجات الناس او الرجال من الملابس بتكون تقريبا واحدة، برضك بالنسبة للسيدات احتياجاتهم من الملابس بتكون واحدة، بالنسبة للاطفال احتياجاتهم من الملابس بتكون واحدة. فبنقول هنا متجانسة المفردات داخل كل قطاع. في بعد كده امكانية قياس حجم كل قطاع من القطاعات السوقية. هنا طبعا مفروض نشوف او نقدر نشوف عدد العملاء المتوقعين بالنسبة لقطاع الرجال، وبالنسبة لقطاع السيدات عدد العملاء المتوقعين، وبالنسبة للأطفال عدد العملاء المتوقعين.
بعد كده الشرط او الحالة التالتة كبر الأهمية النسبية للقطاعات السوقية المستهدفة والتي سيتم التعامل معها وخدمتها. فهنا احنا بنشوف ربحية المبيعات المتوقعة للرجال وربحية المبيعات المتوقعة للسيدات وربحية المبيعات المتوقعة للأطفال، وبنشوف بنحاول نشوف القطاعات اللي هي ربحيتها عالية او اعلى، اللي بتحقق اعلى ارباح. وليكن على سبيل المثال ان مثلا هنلاقي ان اكبر ارباح ممكن تتحقق لو احنا بعنا انتجنا وبعنا للرجال وانتجنا وبعنا للسيدات. في بعد كده امكانية الوصول الى مفردات القطاعات السوقية المستهدفة، وطبعا من اهم الطرق الوصول الى مفردات القطاعات السوقية المستهدفة هي الاعلانات باشكالها المختلفة، زي المنشورات وزي الاعلانات في الجرائد والمجلات وفي الاعلانات في التلفزيون. في بعد كده إمكانية التأثير على مفردات القطاعات السوقية المستهدفة، اللي هي التأثير طبعا اللي هو الإقناع بشراء المنتج المنظمة. في السؤال الثاني اللي هو الاختيار من متعدد، فالسؤال بيقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المتاحة. العبارة الأولى نقط هو مجموعة من المشترين المشتركين في الخصائص والاحتياجات والذين قررت المنظمة خدمتهم. طبعا في عندنا الاختيار الاول اللي هو التسويق المجزأ، وفي الاختيار الثاني اللي هو استهداف السوق، والاختيار الثالث اللي هو التسويق المركز، وفي الاختيار الرابع اللي هو السوق المستهدف. طبعا الإجابة الصحيحة هي السوق المستهدف اللي هو الاختيار دال. فبنقول السوق المستهدف هو مجموعة من المشترين المشتركين في الخصائص والاحتياجات والذين قررت المنظمة خدمتهم. العبارة الثانية نقط هو تقسيم السوق إلى مجموعات متشابهة من المشترين على أساس النوع والسن والتعليم والوظيفة والدخل والديانة والجنسية. طبعا الاختيار الأولاني تجزئة السوق على الأساس الجغرافي، الاختيار الثاني تجزئة السوق على الأساس السايكوغرافي، الاختيار الثالث اللي هو تجزئة السوق على الأساس الديموغرافي، الاختيار الرابع تجزئة السوق على الأساس السلوكي. طبعا الإجابة الصحيحة هي جيم، تجزئة السوق على الأساس الديموغرافي. فبنقول تجزئة السوق على الأساس الديموغرافي هو تقسيم السوق إلى مجموعات متشابهة من المشترين على أساس النوع والسن والتعليم والدخل والوظيفة والديانة والجنسية. السؤال الثالث بيقول نقط هي تقسيم السوق إلى مجموعات متشابهة من المشترين على أساس دوافع الشراء أو المنافع المستمدة من الاستهلاك وحالة الاستخدام ومعدل الاستخدام وحالة الولاء. فعندنا الاختيار ألف اللي هو تجزئة السوق على أساس الجغرافي، ب تجزئة السوق على أساس السايكوغرافي، جيم تجزئة السوق على أساس الديموغرافي، دال تجزئة السوق على أساس السلوكي. طبعا الإجابة الصحيحة هي دال، تجزئة السوق على أساس السلوكي. فبنقول إن تجزئة السوق على أساس السلوكي هي تقسيم السوق إلى مجموعات متشابهة من المشترين على أساس دوافع الشراء أو المنافع المستمدة من الاستهلاك وحالة الاستخدام ومعدل الاستخدام وحالة الولاء. العبارة الرابعة بتقول نقط هو تقديم مزيج تسويقي واحد للسوق كله. طبعا هنا بنفترض ان احنا المزيج التسويقي طبعا بتقديم مثلا مزيج تسويقي او تقديم منتج واحد بسعر واحد للسوق كله. طبعا في عندنا اربع اختيارات، في عندنا حاجة اسمها التسويق المركز، ب التسويق غير المجزأ، جيم التسويق المجزأ، دال التسويق الجزئي. طبعا الإجابة الصحيحة هي ب اللي هو التسويق غير المجزأ. التسويق غير المجزأ او ساعات بنسميه التسويق الموحد، التسويق غير المجزأ او بنسميه التسويق الموحد، معناه ان انا بقدم مزيج تسويقي واحد او منتج واحد بسعر واحد للسوق كله، كما في حالة منتجات البقالة بقدم اي منتج من منتجات البقالة زي الالبان او الاكبان، بقدمه ده منتج واحد بسعر واحد بقدمه للسوق كله. فهنا بنقول عليه الكلام ده بنقول عليه التسويق غير المجزأ او التسويق الموحد. العبارة الخامسة بتقول نقط هو تقسيم السوق الكلي الى عدة قطاعات وتقديم مزيج تسويقي واحد لاحد هذه القطاعات. طبعا هنا بنشوف هنا المفهوم ده، بنقول تقسيم السوق الكلي الى عدة قطاعات وتقديم مزيج تسويقي واحد لأحد هذه القطاعات.
هنا هنفترض ان احنا عندنا شركة ملابس او شركة في مجال الملابس، هتقسم السوق بتاعها الى 3 قطاعات، قطاع للرجال وقطاع للسيدات وقطاع للاطفال. وهنا قسمت السوق بتاعها ل3 قطاعات اهو، وبالتالي هتبتدي هتستهدف ان هي تخدم احد هذه القطاعات، وليكن على سبيل المثال تقديم ملابس للاطفال. فهنا طبعا ده الاستراتيجية دي بنسميها التسويق المركز، ان انا بقسم السوق بتاعي لعدة قطاعات، رجال سيدات اطفال مثلا على سبيل المثال، رجال سيدات اطفال، وبستهدف ان انا اقدم المنتجات بتاعتي لقطاع الاطفال، ده اسمه التسويق المركز. فعندنا اختيارات طبعا تسويق غير مجزأ، اختيار تاني تسويق مجزأ، في تسويق مركز، تسويق جزئي. طبعا الاختيار الصح هو التسويق المركز اللي هو الاختيار جيم. فبنقول التسويق المركز هو تقسيم السوق الكلي الى عدة قطاعات وتقديم مزيج تسويقي واحد لاحد هذه القطاعات. نيجي هنا للعبارة الستة، بتقول نقط هو تقييم جاذبية القطاعات السوقية واختيار قطاع او اكثر للدخول فيه وخدمته. هنا ما بنقول كلمة جاذبية القطاعات السوقية، طبعا الجاذبية هنا المقصود بها ان انا بقدر ربحية التعامل مع كل قطاع من القطاعات السوقية. هنا مثلا على سبيل المثال لو قلنا ان احنا عندنا في شركة الملابس عندنا قطاع للرجال وقطاع للسيدات وقطاع للاطفال، فهنا بحاول بقدر ربحية البيع لقطاع الرجال، وبقدر ربحية البيع لقطاع السيدات، وبقدر ربحية البيع لقطاع الاطفال، وبشوف القطاع اللي هو بيحقق لي اكبر ربحية متوقعة، وبختار هذا القطاع اللي هو بيحقق اعلى ربحية متوقعة ليتم انتاج وبيع المنتجات اليه. ده المقصود بكلمة تقييم جاذبية القطاعات السوقية واختيار قطاع او اكثر للدخول فيه. طبعا العملية دي بنسميها ايه؟ بنسميها استهداف السوق. في عندنا طبعا الاختيار الاولاني الف تجزئة السوق، والاختيار الثاني تسويق المجزأ، والاختيار الثالث اللي هو استهداف السوق، والاختيار الرابع اللي هو بناء المكانة السوقية المستهدفة. طبعا الاختيار الصح هو استهداف السوق. فبنقول استهداف السوق هو تقييم جاذبية القطاعات السوقية واختيار قطاع او اكثر للدخول فيه وخدمته. هنا السؤال الثالث اللي هو السؤال المقالي، اذكر متطلبات التجزئة الفعالة للسوق. فبنقول متطلبات التجزئة الفعالة للسوق، 1 امكانية تجزئة سوق المنظمة الى قطاعات مختلفة عن بعضها البعض ومتجانسة المفردات داخل كل قطاع. المتطلب الثاني امكانية قياس حجم كل قطاع من القطاعات السوقية. 3 كبر الأهمية النسبية للقطاعات السوقية المستهدفة والتي سيتم التعامل معها وخدمتها. 4 امكانية الوصول الى مفردات القطاعات السوقية المستهدفة. 5 امكانية التأثير على مفردات القطاعات السوقية المستهدفة. وبكده نكون انتهينا من شرح الموضوع الاخير في مادة التسويق الاستراتيجي، واللي كان بعنوان استراتيجيات تجزئة السوق. مع اطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والتفوق، دكتور محمد بركات.